فهواية اكو امور احنا نستخدمها بس للاسف احنا يعني ما نعرف انه هاي تأذي الكبد مالتنا. فخلينا نشوف هذا الريبورتاج ونرجع مرة اخرى. اشياء غير متوقعة تدمر كبدك، الافراط في تناول الاطعمة الغنية بالسكر لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفركتوز، السمنة المفرطة تسبب تراكم الدهون على الكبد والتي تسمى بالدهون الحشوية وتؤدي إلى تليف الكبد، تناول أقراص فيتامين أي بكثرة، من الأفضل الحصول عليها من الخضروات والفواكه الطازجة، شرب الكثير من المشروبات الغازية، الإفراط في شرب المشروبات الغازية يسبب تلف الكبد أيضاً.